صحفية جديدة مع أبرز ما طلعتنا به الصحف المحلية والعربية والعالمية الصادرة صباح اليوم. أهلا بكم. نبدأ بالصحف المحلية والتي أبرزت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للولايات المتحدة، ونقرأ من جريدة الجمهورية: الإرهاب وقضايا الشرق الأوسط تتصدر أعمال قمة السيسي ترامب. الرئيس يستعرض جهود الإصلاح الاقتصادي مع رئيس البنك الدولي ويبحث التعاون مع شركة جنرال إلكتريك. علاء يوسف: نصيب كبير للعلاقات الاقتصادية في المباحثات. من جريدة المصري اليوم نطالع: مصر والأردن وحدات طارئة لتغطية احتياجات الغاز. شباب الدبلوماسيين يزورون إثيوبيا وأوغندا. استرداد أراضي الدولة تتلقى طلبات لتقنين 1,000,000 فدان في أسبوعين، والإعلان عن تقنين الإشغالات على 330,000 فدان بالمنيا الأسبوع القادم. نتابع من جريدة اليوم السابع التي كتبت: تطهير جبل الحلال. قائد الجيش الثالث الميداني يؤكد 9 مجموعات قتالية طهرت الموقع في 10 أيام، القضاء على 18 إرهابيا شديد الخطورة والقبض على 32 آخرين. التعليم تستقر على الشكل النهائي للبوكلت. هدايا الأهرام تعيد مبارك للمحاكمة. جريدة الشروق جاءت أبرز العناوين فيها كالتالي: المركزي يقول ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 28.5 مليار دولار، ثورة تغيير شاملة في الزمالك، والأهلي يفتح المزاد لبيع معلول، القوى العاملة في البرلمان توافق مبدئيا على قانون العمل، جلسات استماع وحوار مجتمعي مع الأطراف المعنية لمناقشة القانون. زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للولايات المتحدة طغت أيضا على مقالات الرأي، ولعل من أبرزها المقال الافتتاحي لجريدة الجمهورية والذي أكد أن الزيارة سيكون لها مردود واسع وتحت عنوان: ملفات ساخنة وقمة تاريخية. قالت: تتصدر القمة المصرية الأمريكية ملفات الصياغة الجديدة للعلاقات الثنائية ذات الطبيعة الاستراتيجية وقضايا الشرق الأوسط التي تؤثر بالسلب على مناخ الاستقرار، وتتزامن مع تصاعد النشاط الإرهابي ليس فقط في دول المنطقة بل لنقاط أخرى عديدة من العالم. يصاحب الزيارة العديد من العوامل والمتطلبات في تسجيلها كحدث تاريخي، فاللقاء يؤكد التزام الولايات المتحدة بالسعي لازدهار العدالة وحقوق الشعوب، فيما تؤكد مصر حرصها على فتح حوار مع المجتمع الأمريكي امتدادا للسياسة التي اعتمدتها الدبلوماسية المصرية. نتحول إلى الصحف العربية ونقرأ من صحيفة الخليج الإماراتية: معارك عنيفة بمحيط ملعب الموصل وإنباء عن حصار البغدادي وكردستان نحو الاستفتاء. غارة واسعة على الانقلابيين في صنعاء وتعز والحديدة. قائد عسكري يقول القوات الإماراتية تسهم بفعالية في دعم تحرير الساحل. من الشرق الأوسط اللندنية نطالع: استهداف روسيا فصائل معتدلة يهدد أستانا. الجوع يطرق أبواب الرقة وجدل حول صفقة الفوعة وكفرية. بريكسيت يصطدم بصخرة جبل طارق، ورئيسة الوزراء البريطانية تؤكد أنها لن تسمح بخروج جبل طارق عن السيادة البريطانية دون موافقة سكان المنطقة. من أبرز عناوين صحيفة الحياة اللندنية: حرب القناصة تتواصل في الموصل القديمة، وداعش يواصل استغلال المدنيين كدروع بشرية. تحالف صالح والحوثيين مهدد بالانهيار. أردوغان يغازل الأكراد بوعد السلام. الحريري أكد لم يبقى في وسع أي دولة تحمل عبء النازحين. من السياسة الكويتية نطالع: كركوك تتحدى البرلمان العراقي وترفض قرار إنزال العلم الكردي، والهاشمي يتهم العبادي بإبادة الموصل. واشنطن تعترف غارات التحالف قتلت بالخطأ 229 مدنيا في سوريا والعراق منذ 2014. نهاد المشروق يدعو إلى حل مشاكل لبنان بالحوار والتفاهم. في مقاله بجريدة الشرق الأوسط اللندنية حذر عبد الرحمن الراشد من أن حرب اليمن ليست حربا أهلية، وإنما هي حرب تغذيها دولا لها مصالح استراتيجية في المنطقة، وتحت عنوان: اليمن عامان على مواجهة إيران. قال: في ذكرى مرور عامين على حرب اليمن، من المفيد أن نذكر بالحقائق التي غالبا تضيع في أحداث الحرب نفسها. فحرب اليمن ككل حروب المنطقة ليست نزاعا بين فرقاء محليين، بل هي من تخطيط وتمويل قوى إقليمية وعلى رأسها إيران، التي تصر على مدى نفوذها ومحاصرة جيرانها. وبالتالي الحرب فرضت بكل أسف على اليمنيين وكذلك على السعوديين،
ومن غير المقبول ترك الوضع للنظام الإيراني يستخدم اليمن كمحطة هجوم على جارته دون مواجهته عسكريا. ننتقل إلى الصحف العالمية ونقرأ من الجارديان البريطانية: ترحيب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ينتظر الرئيس عبد الفتاح السيسي لدى زيارته لواشنطن كأول رئيس مصري يزور البيت الأبيض منذ ثورة يناير 2011. ومسؤول في البيت الأبيض يؤكد أن ترامب يرغب في استغلال زيارة السيسي لفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية. ومن واشنطن بوست الأمريكية نطالع: لقاء مرتقب بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والأمريكي دونالد ترامب لتقييم العلاقات المصرية الأمريكية. السيسي حليف أساسي لواشنطن في الحرب ضد الإرهاب، ويدعم الجهود الأمريكية لتحقيق السلام في المنطقة. ومن البايس الإسبانية: دونالد ترامب يحذر من أن بلاده ستتخذ إجراءات أحادية إزاء التهديد النووي لكوريا الشمالية إذا لم تضغط الصين على بيونغ يانغ. المعارضة التركية تؤكد: التعديلات الدستورية تعطي السلطة لرجل واحد وهذا خطأ كبير. ومن الصحف الفرنسية نطالع من لوموند: عقب فوز مرشح الحزب الاشتراكي الحاكم لينين مورينو بفارق ضئيل، مرشح المعارضة للانتخابات الرئاسية في الإكوادور سيطعن بالنتائج بدعوى التزوير. تجدد تظاهرات الجالية الصينية في باريس للتنديد بمقتل أحد مواطنيها. ونتحول إلى مقالات الرأي، حيث أكدت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن إدارة ترامب تسعى لإعادة تشكيل السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط بعد تخليها عن تنحي الأسد، وأضافت: أعلن مسؤول إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميا بأن واشنطن لم تعد تركز على الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد باعتبارها أولوية لحل الأزمة السورية، يعد مؤشرا على سعي إدارة ترامب لإعادة تشكيل السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط. ويضفي طبعا رسميا: يبعد واشنطن عن سياسة الرئيس السابق باراك أوباما الذي دعا لسنوات إلى ضرورة تنحي الأسد عن السلطة. وبذلك اتفق ترامب مع وجهات نظر روسيا التي ترى بأن السبيل لحل الأزمة هو هزيمة الإرهابيين وليس القضاء على الأسد. وصلنا مشاهدينا إلى ختام هذه الجولة، شكرا للمتابعة.